بحب انا اقول المداخلات اللي من النوع ده، يعني مش من النوع ده، مداخلات مع واحد من اساطير الكوره في مصر، يعني بحبه بشكل شخصي جدا، وكلنا بنحبه كجماهير كوره يعني في مصر، واي حد بيحب الكوره لازم يكون بيحبه جدا، كلاعب رائع جدا، كمسؤول رائع جدا، كمحلل رائع جدا، في اي مكان يظهر فيه هو له الكاريزما الخاصه والشخصيه الخاصه والتاثير الكبير جدا. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير واحد من اساطير كره القدم المصريه الكابتن حازم امام، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا كابتن حازم، مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك يا جميل، وميرسي على المقدمه الرائعه دي. يعني اقل من حق. وانت طيب. وانت طيب وعقبال مليون سنه حبيبي. يا حبيبي وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي وبخير. متالق وبتدي اعلام محترم، والناس المحترمه في الاعلام الواحد يحب يسمعك ويحب يتفرج عليك، انك بتدي رساله هادفه ودايما في ظهر الناس، وتحاول دايما تجيب الايجابيات وتنتقد السلبيات بمنتهى الاحترام، ودي حاجه يعني بشكرك عليها. تشرف يا كابتن حازم. بيبقى كلام بشكل هادي عشان يوصل بشكل محترم. يا رب يا رب يخليك يا كابتن حازم، يا رب يخليك، ده اقل من حقك بكتير يا كابتن حازم. بالتاكيد بدايه اسئلتي عن منتخب مصر والبدايه الرائعه جدا في تصفيات كاس العالم، الفوز في مباراتين، وحتى لو المباراتين قد يبدو ان هم مباراتين سهلين، بس احنا ياما ياما عانينا في مباريات سهله في تصفيات كاس العالم، فكون ان احنا نحصد الست نقاط فشيء رائع جدا، ده اكيد استقرار في الجهاز الفني واستقرار في مجموعه اللاعبين الحاليين. الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كمنتخب ماشيين، احنا بقى لنا سنه تقريبا وشهرين كده من شهر 8 2022، والحمد لله ماشيين بشكل كويس، تدريجات في الماتشات، الحمد لله ماتشات وديه بنأديها بشكل كويس، استغلنا كل الفترات التوقفات الدوليه في مباريات ان كان رسميه او وديه، الحمد لله بنعملها بشكل كويس. يعني الفتره دي مثال انت بتتابع كريم، ان كل توقف احنا الحمد لله محضرين نفسنا كويس، معسكرات ماتشات بنحاول نعمل شكل مختلف في كل ماتش، كل معسكر فرق معينه، فرق اقوى، فرق اضعف شويه حسب الاحتياجات بتاعتك. فالحمد لله ماشيين بشكل كويس، ويعني الحمد لله واحده واحده بناخد ثقه الجمهور ثاني ونرجعه ثاني. الحمد لله الماتشات بتجيب الناس، والمكسب بيجيب الناس، والاداء بيجيب الناس، فان شاء الله نتمنى نكمل كده يا رب على طول ان شاء كل الله. كل الناس شافت دلوقتي ان روي فيتوريا مكسب كبير لمنتخب مصر، راجل مدرب كبير ومدرب محترم جدا، وكل الناس تتحدث عنه بشكل رائع. فيتوريا، هل اتحاد الكره حتى هذه اللحظه راضي عن فيتوريا، وفيتوريا سعيد بوجوده مع منتخب مصر؟ الحمد لله. يعني انت لو تلاحظ، انت اعلامي اكيد بتشوف تصريحاته دايما، هتلاقي على طول هو بيشكر في اللعيب المصري، وعلى طول بيشكر في لعيبته، وعلى طول بيتكلم عليهم كويس. وده يمكن من الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها جدا. انا فاكر اول معسكر بعد ربع خامس تمرين كده، فكنا راجعين من التمرين، فبقول له رايك ايه، يعني كان لسه جاي بقى وكده، فانا متوقع بقى هيتقال ايه، لا بعيد قوي، اللعيبه محتاجه كتير، مش عارف ايه، زي اللي بيطلعوا عندنا في مدربين اجانب كتير بيطلعوا يقول لك اللعيب المصري مش ملتزم، اللعيب المصري كذا، اللعيب المصري كذا، دايما بيطلعوا يعني اللعيب المصري مش احسن حاجه يعني. صحيح. فلقيته راجل بيقول لي انا يعني لا انا مبسوط جدا، لعيبه هايله، لعيبه مركزه، التمرين حلو جدا، الريتم عالي، الريتم سريع. ده كان اول مره. بعد كده بعد شويه بشويه بشويه بيقول لي لا انا مبسوط في اللعيب المصري جدا، اللعيبه بتيجي عايزه تعمل 100%، مبسوطه وهي جايه المنتخب، مركزين جدا، ملتزمين، كويسين، بينفذوا بسرعه جدا وبيستوعبوا بسرعه جدا اللي هو عايزه، يعني ما بياخدوش وقت. فالحمد لله، يعني هو دايما كلامه ايجابي على اللعيبه، ويمكن هو شايف في حاجات زي الملاعب مثلا مش كويسه عايزين نصلحها، لازم الحاجات دي، الحاجات البنيه الاساسيه في الانديه محتاجه تتغير شويه، خصوصا حوالين الكوره، يعني حوالين اللعيبه يعني. صحيح. لكن هو بيتكلم على اللعيبه، لا هو بيشوف ان احنا عندنا لعيبه كويسه عايزين بس يتوجهوا كويس، وامكانياتهم كويسه جدا، وبيتطوروا وبيستوعبوا بسرعه اللي هو بيقوله، دي حاجه مهمه جدا، اللعيب عندنا يبقى عنده الذكاء انه يستوعب بسرعه، والحمد لله يعني ده ماشي بشكل كويس يعني. طيب. الحمد لله. احنا كل فتره والتانيه كده نسمع انه فيتوريا عنده عرض، فيتوريا عنده عروض، واتكلم فيتوريا على هذا الامر وقال ان انا مدربه دائما يجي لي عروضه بشكل دائم، لما كنا فرحانين وفرحانين بخطوه عظيمه عملها، وانا شايفها من اكثر الخطوات الايجابيه اللي عملها اتحاد الكره يمكن في تاريخ اتحادات الكره المصريه، انك تمضي مع مدرب لمنتخب مصر بعقد طويل الامد 4 سنوات. هل نقلق ان فيتوريا ممكن ما يكملش معانا في اي وقت، ولا الراجل كده كده هيكمل ال4 سنين؟ يعني هيكمل ال4 سنين؟ لا بص، يعني طبعا هو راجل عامه محترم جدا يا كريم، يعني حتى بيجي له عقود وارقام، يعني ارقام تريبل اللي احنا اللي بنديهوله، ارقام كبيره يعني اكتر 3 مرات.
يعني وعيبه بيبصش وما بيشوفش ولا انا لا انا جاي عشان اوصل كاس عالم اشتغل مع المنتخب نلعب بطوله افريقيا ناخد بطوله افريقيا انا عندي هدف بعد ما اخلصه انا ما يعني هشوف اللي لكن ما بيفكرش ما بيحاولش ما بيحاولش يسمع يعني فاهم لما يجي حد بيكلم وكيل اعمال هو ما بيحاولش يقعد مع الراجل ولا يقول لا انا ما تكلمنيش في اي حاجه انا مركز مع منتخب مصر راجل يعني ما اعرفش تعاملت معاه ولا لا هو راجل محترم جدا 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 وفيري ديسنت وعايز يعمل حاجه وحابب مصر جدا وحابب المصريين وحابب الشغل جدا وعايز يعمل حاجه على مستوى المنتخبات يعني هو تحدي ليه على فكره برضو ان هو راجل ناجح في الانديه وبالتالي ده اول مره يعمل منتخب او يخش كمنتخب فبالنسبه له هو برضو بيعمل حاجه ليه والاسم وشغله يعني